الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن الله موجود بلا مكان، وأشهد أن محمدا خير إنسان. أما بعد، هذا كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة. هذا الكتاب هو المجلد الأول، طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، في الصحيفة 130، يقول: تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.